الصورة دايماً بتأكد لنا إن إحنا في 2024 دايماً هنتابع معاكم كل ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات اقتصادية وخاصة بالتنمية. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل مع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني حضرتك أطلعنا على هذه الجولة التفقدية الذي قام بها رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وكانت الحقيقة جولة متنوعة اليوم. في الحقيقة فندم الجولة كانت بتأتي في إطار حرص دولة رئيس الوزراء على متابعة معدلات التنفيذ وخطط العمل الوطني في مختلف القطاعات. الجولة اليوم تناولت منطقة تطوير ميناء العين السخنة وكذلك المنطقة الصناعية المجاورة لها في إطار متابعة أنشطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهود وزارة النقل وهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما أعلننا من قبل نجحت خلال الستة أشهر الماضية في منح موافقات لمشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنحو 1.8 مليار دولار. المنطقة الاقتصادية بالرغم من وكما ذكرت حضرتك بالرغم من أنها في بداية عملية التطوير وإنشاء المنطقة الاقتصادية إلا أنها بالفعل كما ذكرت حضرتك نجحت في جذب العديد من المشروعات. دولة رئيس الوزراء طبعا أكد اليوم على الفرص الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود الكبيرة التي تقوم بها أيضا وزارة النقل في تطوير المنطقة وخاصة ميناء العين السخنة. المنطقة بتمثل فرص واعدة لمصر في مجال التصدير، في مجال توظيف الشباب المصري، في مجال توطين الصناعة وتطوير الصناعة، في مجال نقل التكنولوجيا. أيضا المنطقة بتوفر فرص كبيرة في زيادة الصادرات، وكما ذكرت كما ذكر التقرير اللي حضرتك عرضتيه انه فعلا لو اخذنا على سبيل المثال شركه حديد عز على سبيل المثال قامت خلال بتصدر سنويا بنحو 1.5 او مليار ونصف المليار دولار سنويا. اذا نحن نتحدث عن امكانيات واعده كبيره. الزياره ايضا لم تشمل فقط مصنع حديد عز ولكن شملت 5 مصانع أخرى في الصناعات المتوسطة والصغيرة. هناك صناعات أو مصانع مصنع خاص بإكسسوارات التلفونات المحمول وبعض منتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هناك أيضا مصانع تقوم بإنتاج المنسوجات والفايبر جلاس والعزل الخاص بالبحيرات والترع والمصارف. هناك أيضا مصنع يقوم بتوفير مستلزمات الإضاءة ومنتجاتها من كشافات في الشوارع والحدائق. هناك أيضا إنتاج متعلق بالأنسجة الخاصة بصناعات المناديل الورقية. إذا نحن نتحدث عن منتجات عديدة في صناعات عديدة، وبالمناسبة جزء كبير من أو بعض هذه المصانع جزء كبير من إنتاجها يساهم في مبادرات والمشروعات القومية والمبادرات القومية مثل حياة كريمة. دولة رئيس الوزراء أكد أنه الاستثمارات في منطقة قناة السويس هي استثمارات أيضا تأتي جزء منها بالشراكة مع مستثمرين أجانب وشركات كبرى أجنبية من دول كبرى مثل الصين ودول مثل تركيا وعدد من الدول الأوروبية. هناك نقطة إيجابية يا فندم شهدناها اليوم وأكد عليها دولة رئيس الوزراء، وهي أن الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت العديد من المصانع والشركات العاملة في منطقة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعميق نسبة المكون المحلي في صادراتها،
احنا بنتكلم على انه اغلب المصانع في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس تقوم بتصدير نحو 70% من انتاجها للخارج، تمام. وبالتالي وصلت نسبه المكون المحلي في الصادرات او الصناعات في المنطقه الاقتصاديه لنسبه 70% فاعلى. إذا هناك فرص واعدة وهناك تطوير مستمر في المنطقة، والحكومة تدعم كافة هذه الجهود لأنها في النهاية تصب في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعميق أكيد الصناعة قاطرة الاقتصاد المصري. أكيد، وهذا ما نتمناه. هذا الرقم اللي حضرتك قلت لنا عليه، وهي 70% من المكونات من المنتج المحلي يتم تصديره، أعتقد ده شيء مهم، ونأمل في زيادة هذه النسبة بإذن الله. صناعات كثيرة متوسطة صغيرة وكبيرة وثقيلة أيضا في هذه المنطقة الاقتصادية، نتمنى التوفيق ونتمنى أيضا أن تظل العمل فيها حتى نصل إلى يعني نتائج كمان بانتهاء كل هذه المشروعات. المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أشكر حضرتك شكرا جزيلا.